قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها، كذلك جعلنا في كل قرية مجرمين كبارا يمكرون، ينشرون الفساد والسوء والشرور، يصدون عن سبيل الله تعالى. لكن الله عز وجل أعطانا النتيجة، قال: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله عز وجل أمره هو الذي سيبقى في الأرض، والخير هو الذي سيثبت في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأعداء الدين لو يعلمون أنهم يخدمون الدين لما عادوه، أعداء الدين لو يعلمون أنهم يخدمون الدين لما عادوه. سنة الله عز وجل أيها الإخوة في الأرض أنه جعل في كل قرية، في كل عصر، مع كل نبي، مع كل قوم، في كل بلد، في كل جماعة، جعل مجرمين كبارا يمكرون ويخططون السوء والفجور والشح والفحش، يريدون نشره في الأرض. لكن كمان الله عز وجل جعل أنبياء، وجعل أولياء، وجعل صديقين، وجعل دعاة، وجعل صالحين لينشروا الخير وينشروه بذكاء. وهناك تدافع بين أهل الشر وبين أهل الخير، هناك تدافع في هذه الأرض بين أهل الحق وبين أهل الباطل، هناك تدافع بين البر وبين الفجور، فأنت مع من ستكون؟ والله عز وجل أعطانا النتيجة بأن أهل الحق هم الذين سيبقون، وأن الخير هو الذي سيعمر أو يعمر هذه الأرض. لكن هذه سنة إلهية، لأنه مرات واحد بيقول: ليش يا رب، ليش هيك، ليش خلقت الشيطان أصلا، ليش في ناس مأذيين وأنت يا رب عم تتركهم، ليش يا رب هناك أناس ظلمة وأنت يا رب ما تنتقم منهم، لماذا يا رب في أناس من أهل الفجور هؤلاء يعادونك جهارا نهارا، يكفرون باسمك وبدينك وبكتابك جهارا ونهارا، لماذا يا رب لا تخسفهم وتذهبهم من هذه الأرض؟ سنة الله لما خلق الله تعالى هذه الأرض، فسنته وقانونه في الأرض أن يكون في كل قرية أكابر مجرمين، مجرمين كبار، وأن يكون في كل قرية مصلحين كبار. هلأ وهو امتحان بقى لهؤلاء البشر. يا إخوان، لو ألغيت الامتحانات في المدارس وفي الشركات وفي المعامل وفي الجامعات لفسدت كل هذه المدارس والجامعات والمؤسسات والشركات. إذا استوى العامل الذي يأتي في أول الوقت وينصرف في آخره، والذي يؤدي واجباته كما ينبغي عليه أن يؤديها، والذي يحسن التعامل مع مدرائه ومع أقرانه، استوى مع العامل الذي يأتي متأخرا أو لا يأتي، يفر من العمل باكرا أو أنه يغيب كامل العمل، لا يعمل على الإطلاق، لا يؤدي ما عليه، يسيء لأقرانه ولمدرائه، إذا استوى هذا مع هذا فسد المعمل وفسدت الشركة. إذا بالمدرسة كل الطلاب بدهم ينجحون ويطالعون أوائل، هذه المدرسة سيئة وشريرة كثير. وإذا بالجامعة مين ما سجل بالجامعة حينجح، هذه الجامعة لا تصلح أن تكون جامعة. لابد أن يكون هناك أسئلة فيها صح وخطأ، ويحطوا لك السؤال الصح والسؤال الخطأ ويقولوا لك اختر الإجابة الصحيحة، أنت بدك تختار. هكذا أنظمة الفحوص، لازم حط لك خطأ وحط لك صح، نشوفك ماذا ستختار. إذا اخترت الصح ستنجح، إذا اخترت الخطأ سترسب. فالله عز وجل جعل مجرمين كبارا في كل قرية، وجعل مصلحين كبارا، جعل أنبياء. الآن والله يمتحن العباد، أنت حتروح على اليمين مع الأنبياء، مع الشهداء، مع الصديقين، مع المصلحين، مع الخيرين، ولا لا سمح الله حتروح مع المجرمين، والمجرمين كبار واضحين، شان ما حدا يقول أنا ما كنت بعرف، مجرم واضح كبير،
شرير كبير لا يخفى على أحد. وأين ستذهب أنت؟ في أي طريق ستسلك؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله وضح سبيل الشر ووضح سبيل الخير جل جلاله. تفضل، بتحب تروح يمين روح، تحب تكتب هون صح اكتب، تحب تكتب هون صح اكتب، لكن ستحاسب على ما ستكتبه، على أنه العاقبة لأهل الخير، العاقبة لأهل الصح، العاقبة لأهل الرشاد، على أنه هؤلاء الذين يمكرون بعباد الله تعالى وبالبلاد لا يمكرون إلا بأنفسهم لكنهم لا يشعرون. أبو جهل لا يزال يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم حياته، لكن العاقبة كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فرعون لا يزال يكيد لموسى ويؤذيه حياته، لكن العاقبة كانت لموسى وملئه. وهكذا يا أخوان، وهكذا. لذلك أنتم اجتهدوا أن تكونوا مع الذين ينشرون الخير، وابتعدوا عمن ينشرون الإجرام، السوء، الفحش، القطيعة للمجتمع. أنتم كونوا مع الذين يدعون إلى الرشد، ولا تكونوا مع الذين يدعون إلى هوى النفس. أنت كن مع أهل الخير، اجتمع مع أهل الخير، واحذر أن يعلق قلبك بأهل الشر أو أن تكون من جماعتهم وزمرتهم. ترى هذا المكر الذي يمكر في مجالسهم سيعود عليهم وعلى من معهم بالوبال وما يشعرون.